هاجي ان شاء الله احنا يوم الاحد عندنا امتحان الرياضيه. هلا انا بدي اعمل لكم مراجعه للامتحان، لماده الامتحان كامله. كيف الامتحان الورقي؟ يوم الاحد ان شاء الله راح يكون تقريبا نفس الشيء. هلا مع بعضنا بتتذكروا بالامتحان دائما شو كان بيكون مرسوم عنا؟ دوده الارقام. هلا دوده الارقام هاي مكتوب فيها كم الرقم، احنا بدنا نكمل عليها. اول رقم مكتوب عنا ايش هذا الرقم يا مس؟ برافو عليكم، واحد. هلا بعد الواحد شو بيجي عنا رقم؟ اثنان، احسنتم. طيب بعد الاثنان ماذا ياتي رقم؟ ثلاثة. بعد الثلاثة شو؟ أربعة. الأربعة مالها مكتوبة. هلا بعد الأربعة معناته احنا ماشيين صح. بعد الأربعة شو بده يجي عنا رقم؟ خمسة، احسنتم. طب بعد الخمسة شو بيجي عنا رقم؟ ستة. بعد الستة سبعة، السبعة مكتوبة، إذا احنا ماشيين صح. بعد السبعة ثمانية، بعد الثمانية تسعة، بعد التسعة عشرة. طيب هلا احنا بلشنا نكتب بالاعداد الكبيرة اللي اخذناها هذا الفصل. بعد العشرة ماذا يأتي عنا؟ احدى عشر، احدى عشر. بعد الاحدى عشر اثنى عشر، بعد الاثنى عشر ثلاثة عشر اللي اخذناه امبارح. اذا احسنتم، خلينا مع بعض نتذكر ونرجع نعيدهم مع بعض عشان نتأكد انه احنا حلينا صح. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، إحدى عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر. هون يا كيجي بدنا نوصل يا صغيري العدد بالمعدود. إيش يعني يا مس؟ إحنا عندنا أشكال بدنا نعدها وبنوصلها مع العدد المناسب لها. تعالوا خلينا نعد النجوم، يلا. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، إحدى عشر. طب وين الإحدى عشر هون؟ وين الإحدى عشر؟ هيها، برافو عليكم، بدنا نوصل هاي مع الإحدى عشر، الرسمات الإحدى عشر مع العدد الإحدى عشر. خلونا نعد القلوب، يلا. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، إحدى عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر. إذا كم عندنا رسمة؟ ثلاثة عشر. خلونا ندور على العدد ثلاثة عشر. أحسنتم، بدنا نوصلها مع الثلاثة عشر. خلونا نعد الأقلام، يلا. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، إحدى عشر، اثنى عشر. إذا كم عندنا قلم؟ اثنى عشر. وين الاثنى عشر؟ برافو عليكم، بدنا نوصلها معها. طيب هلا يا كيجي بدنا نكتب الرقم في المربع، عندنا فراشات وبدنا نعدهم يلا مع بعض. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، إحدى عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر. إذا شو بدنا نكتب في المربع؟ ثلاثة عشر، ثلاثة عشر، أحسنتم. خلينا نعد الكلوب مع بعض. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، إحدى عشر، اثنى عشر. إذا كم عندنا قلم؟ اثنى عشر، اثنى عشر، أحسنتم. هلا يا كيجي عندنا مسائل عن الجمع، وإحنا أخذنا الجمع أكثر من مرة. أول مسألة عندنا لنقرأ، بدنا نقرأها مع بعض. اثنان زائد اثنان يساوي. أنت معك قلمين وأنا كمان أعطيتك قلمين، كم بيصيروا؟ بدنا نعدهم مع بعض. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. إذا اثنان زائد اثنان كم يساوي؟ أربعة. بدنا نكتب في المربع أربعة. طيب هلا مسألتنا أكبر بشوي. خمسة زائد ثلاثة كم يساوي؟ هي خمسة وحطينا على إيدنا الثانية ثلاثة. خمسة، هي أنت عاددهم خمسة. بعد الخمسة شو بيجي عنا؟ ستة، سبعة، ثمانية. خمسة زائد ثلاث ثمانية. برافو عليكم، خلينا نكتب العدد ثمانية هون الرقم. طيب
هلا صرنا لسه اكبر اكبر، احنا كبرنا. يلا ما هذا الرقم؟ 9. بنحط على اصابعنا 9، هي 9 زائد كم؟ 1. 9 زائد 1 لحالكم انتم تعرفوا كم صار عندنا اصبع. احنا في ايدينا كان في عندنا اصبع 10. برافو عليكم، احنا صرنا كبار نعرف نجمع، اذا 10. طيب هون اخر مساله، 3 زائد 1. انت معك 3 اقلام، جيت انا اعطيتك كمان قلم، كم بصيروا؟ 3، اعطيتك 1. يلا عد اصابعك، هيهم 1 2 3 أربعة. أحسنتم، ممتازين، وإن شاء الله إنه كل امتحان سهل سهل كثير وتجيبوا علامات كلياتكم عالية. يلا باي.